مشاهد صادمة وتصرفات غير مشروعة، تلك التي سجلناها خلال خرجتنا رفقة عمال الجزائرية للمياه أثناء مراقبة التوصيلات غير الشرعية المحولة من المحطات الرئيسية. لاحظنا نقص في تدفق المياه إلى الخزان، حيث قمنا بعثنا المصالح تاعنا إلى أي المكان لمتابعة القناة الرئيسية، حيث لاحظوا هناك توصيلات غير مشروعة من قناة الجلب قام بها السكان، وقمنا بعملية الحفر والتنقيب كما لاحظتم، حيث لاحظنا قمنا بقطع عدة توصيلات غير مشروعة. ربط عشوائي طيلة 24 ساعة، مياه تضيع هكذا في المحيط، وتبذير غير مبرر يؤثر حتما على معدلات التزود بالمياه، في حين لم يجد العديد من السكان قطرة ماء لأسبوع، والبعض الآخر طيلة 10 أيام كاملة. يعني هذو الأيام كل يوم رانا نلقاو القناة الرئيسية، يعني كل يوم السرقة فيها. تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمحاربة هذه الظواهر، ومن هذا نبلغ رسالة للمواطن على اعتبار أنه شريك جد هام للمؤسسة أن يتحلى بروح المسؤولية واليقظة. وجه آخر من السرقة وتصرفات سلبية لمواطنين فضلوا المصلحة الخاصة على العامة غير مبالين بعواقبها الوخيمة على الآخرين، كل ذلك بطريقة غير قانونية.